هذه أسرع سيارة سيدان في تاريخ البشرية ومن صناعة سعودية. لوسيد إير سافاير وهي حالياً أسرع سيارة في العالم بدون منازع، وتقدم من الشركة الأمريكية الفاخرة لصناعة السيارات الكهربائية لوسيد، اللي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي Public Investment Funds، وتملك أكثر من 60% من أسهم الشركة. وسيتم نقل وافتتاح المصانع إلى داخل الأراضي السعودية، وستنتج السيارات بصناعة سعودية 100%. بلغت إيرادات الشركة لعام 2023 أكثر من نص مليار دولار، تقريبا 600 مليون دولار، أي ما يعادل 2 مليار و232 مليون ريال سعودي. سعر السهم حاليا 2 دولار و70 سنت تقريبا. وكما تعلم يا عزيزي المشاهد، المستقبل متجه للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والمتجددة والمحافظة على البيئة. فهل صفقة السعودية مع لوسيد حتكون صفقة ناجحة وحيرتفع سعر السهم مستقبلا، أو الشركة على وشك الإفلاس؟ شاركوني آراءكم تحت في خانة التعليقات.